كمان خلينا نتكلم ان حددت لجنه المسابقات باتحاد الكوره طبعا تحت اشراف عامر حسين هيكون يوم 30/7 مباراه الاهلي والداخليه في دور ال 16 لبطوله هنا كاس مصر الموسم طبعا الجاري. الاهلي كان طبعا اتاهل لدور ال 16 بعد الفوز زي ما حضراتكم عارفين على منتخب السويس كان بهدفين نظيفين، ومباراه كانت قويه بالمناسبه كان فيها تنافسيه شديده جدا رغم ان الناس قعدت تقول لك كانت مباراه سهله وقتها. طيب الاهلي طبعا هو حامل لقب النسخه الماضيه من البطوله، كمان حددت رابطه الانديه المصرية موعد نهائي كاس رابطة الأندية بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا هيكون يوم 22/7 الجاري، ده هيكون نهائي النسخة الثانية من البطولة طبعا الحديثة، هيكون برضو في الساعة 8:30 مساء هيبقى على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ماتش مهم جدا برضو. كان برضو المصري البورسعيدي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فيوتشر في نصف النهائي، كانت نتيجة وقتها 3-1 بركلات الترجيح، برضو كان ماتش قوي جدا، وتأهل سيراميكا على حساب الاتحاد السكندري بعد ما فاز 4-3 برضو بركلات الترجيح، وده يدل برضو على التنافسيه الشديده بين الفرق المختلفه يا كريم هذا الموسم. فيوتشر كان حقق كمان اللقب الاول من البطوله في الموسم اللي فات بعد ما فاز على غزل المحله في النهائي بنتيجه وقتها 5-1. بالتوفيق ان شاء الله لكل الفرق، عايزين نشوف تنافسيه كبيره جدا، كل ما الفرق المختلفه كمان تتطور يا كريم يبقى في تنافسيه ما بينها، كل ما بتتكلم عن مستوى الكره المصريه في العموم طبعًا بيكون طبعًا افضل وفي متعه، احنا في الاول وفي الاخر عايزين متعه مش عايزين انديه بذات هي اللي بس تبقى متواجدة كل موسم وهي بس اللي تكون بتحقق الفوز كل موسم. حتى ونتكلم عن النادي الأهلي وإحنا أكيد دايما عايزينه هو يكون صاحب الألقاب المختلفة، لكن عايزين يبقى فيه تنافسية، يبقى فيه لعب، يبقى فيه صعوبة في الماتشات، وفي الآخر يكون فيه فوز أكيد لينا على حساب أي منافس غيرنا. بس كل ما فيه تطوير كل ما كان أفضل أكيد الكرة المصرية، ده شيء بديهي يعني. عشان كده في كتير من الناس بتلاقي إن المتعة في متابعة الدوري ومباريات الدوري كانت متحققة زمان شوية اكتر من دلوقتي. ليه؟ عشان النقطه اللي انت بتتكلمي فيها دي، ان زمان كانت تقريبا كل الفرق اللي بتلعب او اللي بتتنافس في الدوري جدا الى حد كبير، وكل فريق حتى الاسماء الاقل وهجا لازم تلاقي فيها على الاقل لاعب او اتنين معروفين لدى عموم جماهير الكره المصريه. لا كان الوضع كان مختلف دلوقتي، يعني حتى عدت علينا بعدها بسنين كانت الامور نقدر نقول ان الدوري كان ثنائي القطب بين كالعاده النادي الاهلي والزمالك، كثير جدا من الاهلاويه برضو لو دخلتوا جواهم كده هتلاقوا ان هو برضو مش راضيين قوي، كان الود والدوم لو كانت المنافسه اكبر بكتير. ما هو لما تكون المنافسه اكبر بكتير متعه المشاهده بتتحقق 100%، فبنتمنى ان ده يحصل ان شاء الله في المواسم المقبله.